ما الذي يقوي التأثير المسكر للكحول؟ الشرب المفرط للكحول، المواد المنومة أو المواد المسكنة للألم أو المواد المهدئة، الشرب على على معدة فارغة. إلى ماذا يمكن أن تؤدي جرعات قليلة من الكحول؟ نقص الكفاءة على مستوى السمع والبصر، تأخر في رد الفعل، قيادة السيارة بطريقة متهورة. ماذا يمكن أن تسبب المخدرات؟ الإدمان، حالات تخدير وثمل. ما هي المواد المخدرة التي يؤدي استعمالها ولو مرة واحدة فقط إلى فقدان مؤقت للقدرة على القيادة؟ الهروين، الكوكايين، منشطات الأمفيتامين، ثنائي إيتيل أميد حمض الليسرجيك، نوع من الملبوسات القوية، الحشيش، القنب الهندي، ماريوانا. إلى متى يمكن اكتشاف الحشيش والمواد المتحللة الناتجة عنه في البول؟ حتى بعد مرور أسابيع. دخن شخص ما سيجارة حشيش للتو، هل يسمح له عقب ذلك بقيادة مركبة؟ لا، لأنه يمكن أن يكون بعدئذ غير قادر على القيادة. متى يكون مدمن المخدرات كفؤا لقيادة المركبات ذات المحرك من جديد؟ فقط عندما يتم الإثبات بأنه خال من المخدرات لمدة عام على الأقل، ويكون من المتوقع أنه لن يعود مجددا لتعاطيها. كيف يتم تحليل المادة المخدرة في الحشيش داخل الجسم؟ لأي غرض يسمح لك استخدام الخط الجانبي الأيمن؟ للتوقف وركن السيارة، للسير عند قيادة مركبات بطيئة. ما الذي يزيد طول المسافة اللازمة للفرملة؟ طريق مبلل أو زلق، السياقة على طريق منحدر، سحب مقطورة لا تحتوي على فرامل. بماذا ترتبط المسافة اللازمة للفرملة؟ ترتبط المسافة اللازمة للفرملة بحالة العجلات وبحالة نظام الفرامل وبحالة سطح الطريق. ما هي السرعة القصوى المسموح بها عموما داخل المناطق السكنية؟ السرعة القصوى المسموح بها عموما داخل المناطق السكنية هي 50 كيلومتر في الساعة. كيف تتغير المسافة اللازمة للفرملة عندما تضاعف سرعتك؟ الجواب سيصبح كم ضعف؟ المسافة اللازمة للفرملة تصبح عند مضاعفة السرعة 4 أضعاف. ما الذي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار عند اختيار السرعة؟ حالات الطقس والرؤية، القدرات الشخصية، حالة الطريق وظروف حركة السير. من يخضع لقانون منع الكحول أثناء القيادة؟
كل السائقين في فترة الاختبار، كل السائقين دون عمر 21 عاما، هل يسمح للسائقين خلال فترة الاختبارات بالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية؟ لا إطلاقا لا يسمح لهم. ما هي المركبات التي يجب أن تستخدم المسار الجانبي الثابت على الطرق الزراعية بقدر الإمكان؟ الدراجات الصغيرة ذات المحرك، الجرارات وآلات العمل الزراعية ذات السرعة البطيئة. تجاه من من مستخدمي الطريق يجب عليك أن تتصرف بحذر بشكل خاص. تجاه الأطفال وتجاه أشخاص تتضح لي إعاقتهم. كيف ينبغي أن تتصرف في هذه الحالة؟ أدخل إلى الفراغ حتى أسمح للمركبة القادمة بالمرور. تأتي عربة تجرها الخيول من الاتجاه المعاكس لك، كيف ينبغي أن تتصرف؟ السير يمينا قدر الإمكان، تجنب الضجيج. تريد الانعطاف يمينا لكنك أخذت المسار الأيسر بالخطأ، كيف تتصرف بطريقة صحيحة؟ أتابع السير إلى الأمام أو أنعطف يسارا، لأن الخط الذي على يميني خط متصل وليس بإمكاني تجاوزه، كما أنه ليس بإمكاني الآن سوى التوجه إلى الأمام أو الانعطاف يسارا. ما هي القاعدة المعتمدة في حساب الطريق بالأمتار انطلاقا من سرعة السيارة في الثانية؟ القاعدة هي السرعة في الكيلومتر في الساعة تقسيم 10 ضرب 3. ما هي القاعدة العامة التي تمكننا من خلال السرعة حساب المسافة اللازمة للفرملة بالأمتار عند الفرملة العادية؟ القاعدة هي السرعة في الكيلومتر في الساعة تقسيم 10 ضرب السرعة في الكيلومتر في الساعة تقسيم 10. بماذا تتعلق المسافة التي يجب المحافظة عليها بينك وبين السيارة التي تسبقك؟ تتعلق بظروف الرؤية وبالسرعة وبطبيعة الطريق. ما هي الحالات التي يمنع فيها التجاوز؟ عندما تكون حالة المرور غير واضحة، في الحالة التي يمكن فيها أن تكون حركة المرور المعاكسة معاقة. ما هو الشرط الذي يجب مراعاته عند الخروج من الصف من أجل التجاوز؟ عدم وجود أي خطر يهدد سلامة حركة المرور المعاكسة، التالية. كيف يجب عليك إنهاء التجاوز؟ أن تعلن بشكل واضح وضمن وقت كاف على أنك ستأخذ مكانك يمينا من جديد، أن تأخذ مكانك يمينا مجددا بأسرع وقت ممكن ولكن دون عرقلة السيارة المتجاوزة. ما هو الأمر الواجب فعله أثناء التجاوز فيما يخص السرعة؟ يمنع تجاوز السرعة القصوى المسموح بها. لا يسمح للشخص المتجاوز بزيادة سرعته أن يصير الشخص الذي يقوم بالتجاوز بسرعة أكبر. ما الذي يجب القيام به حين يتم تجاوزك؟ عدم الزيادة في السرعة، التزام أقصى اليمين قدر المستطاع. من أي جهة يمكن تجاوز ترام الذي يمر من وسط الطريق؟ الشارع ليس في اتجاه واحد.
يمينا. ما هي الحالات التي يسمح لك فيها بتجاوز ترام من جهة اليسار؟ حين تقع السكك في أقصى اليمين على الطرق ذات الاتجاه الواحد. ما هي أنواع المركبات التي لا يمكن تجاوزها إلا إذا كانت المسافة الجانبية كبيرة؟ الدراجات الهوائية والدراجات النارية. ما هي الحالات التي يجب عليك فيها تشغيل الرامض الضوئي؟ قبل الدخول في الصف من جديد بعد التجاوز، قبل الخروج من الصف بهدف التجاوز أو المرور جانبه. كيف يجب عليك التعامل في هذه الوضعية؟ أنا أسير بسرعة 130 كيلومتر في الساعة، والسيارة التي على يميني تزيد من سرعتها، لذلك لم يعد بإمكاني إكمال عملية التجاوز، لذلك من الأفضل التوقف والتزام الجانب الأيمن. إنك تقود مركبتك بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، تبلغ المسافة اللازمة للفرملة في هذه الحالة عند الفرملة العادية 9 أمتار طبقا للقاعدة العامة. كم تبلغ المسافة اللازمة للفرملة في حال سقط المركبة بسرعة 60 كيلومتر وفي نفس الظروف؟ القاعدة التقريبية للفرملة العادية هي السرعة في الكيلومتر في الساعة تقسيم 10 ضرب السرعة في الكيلومتر في الساعة تقسيم 10، أي أننا سنضرب 60 كيلومتر تقسيم 10 ضرب 60 تقسيم 10، والناتج سيكون في هذه الحالة 36. كيف تتصرف بشكل صحيح؟ أكبر المسافة بيني وبين المركبة التي دخلت إلى مساري، أفرمل. ما هي السيارة التي يجب عليها الانتظار في حالة وجود موقع بناء يسد نصف الطريق؟ السيارة الموجودة على جهة موقع البناء، أو السيارة التي يكون من جانبها العائق. من هو الذي عليه الانتظار؟ أنا علي الانتظار لأن العائق من جهتي. ما الذي يجب عليك فعله عندما تريد تغيير مسارك؟ أن تنتبه إلى حركة السير التالية، أن تعلن عن تغيير مسارك في الوقت المناسب. ما الذي عليك أن تضعه في الحسبان الآن؟ ستشرع السيارة الزرقاء بالتجاوز، وذلك أن الشاحنة التي أمامها ستسير ببطء، لذلك ستشرع بالتجاوز. أما الشاحنة الخضراء فستسير بسرعة 80 كيلومتر كحد أقصى. أين يكون التجاوز ممنوعاً؟ على مواقع الطريق غير الواضحة وعلى معابر المشاة. كيف عليك أن تتصرف؟ الانتظار حتى يتبين لي اقتراب حركة مرور معاكسة. علامة عليك الانتباه عند التجاوز بخصوص المسافة، الالتزام بمسافة جانبية كافية تفصل بينك وبين مستخدمي الطريق الآخرين، الالتزام بمسافة جانبية كافية تفصلك خاصة عن الأشخاص.
لماذا ينبغي أن تقود هنا ببطء بشكل خاص؟ بسبب الشاحنة التي تضيق المسار وبسبب الأشخاص الذين يدخلون الطريق. أنت تقود مركبة بطيئة على طريق زراعي، كيف تمكن المركبات الأسرع منك تجاوزك إلى مسار ركن المركبات، إلى منطقة التوقف، إلى المسار الجانبي؟ كيف تتصرف بشكل صحيح؟ أنتظر، لأن خلاف ذلك تصبح المسافة الجانبية بيني وبين راكب الدراجة الهوائية غير كافية. أنت ترغب بتجاوز عربة تقودها الأحصنة على طريق الريفي، كيف تتصرف؟ ضجيج منخفض قدر الإمكان، مسافة جانبية كبيرة قدر الإمكان. كيف يتبين لك أن عربة تجرها الأحصنة ترغب بتغيير الاتجاه؟ عن طريق الضوء الوامض المشتعل، وعن طريق مجذاف المرور الممدود، وعن طريق مد ذراع سائق العربة. ترغب بتجاوز عربة تجرها أحصنة على طريق الريفي، كيف تتصرف؟ حافظ بقدر الإمكان على مسافة جانبية كبيرة، أراقب إشارات يد سائق العربة. أنت تقود مركبتك بسرعة بطيئة على طريق الريفي، ولقد تشكل طابور مركبات خلفك، كيف تتصرف؟ أمكن المركبات ورائي من القيام بالتجاوز. أنتظر في موقع مناسب، إذا لم تستطع المركبات التجاوز إلا من خلال ذلك.